مدارس الطالب الذكي، القرآن حياتنا، نحو جيل إسلامي أمثل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. طلابي الأعزاء، أذكياء وذكيات صف السابع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم مادة التربية الإسلامية الصف السابع، الفصل الدراسي الثاني، الوحدة الرابعة، الدرس الثاني والعشرون، والذي بعنوان زكاة نتاج الأرض والنقدين وعروض التجارة. هيا بنا سويا يا أذكياء نتعرف على أهداف هذا الدرس. الهدف الأول أن يعرف الطالب معنى زكاة نتاج الأرض. الهدف الثاني أن يبين الطالب مقدار زكاة نتاج الأرض. الهدف الثالث أن يشرح الطالب معنى زكاة النقدين. الهدف الرابع أن يوضح الطالب زكاة عروض التجارة. قبل أن نبدأ يا أذكياء، نتعرف على معنى نتاج الأرض، أي هو كل ما تخرجه الأرض من الثمار والحبوب، وما يأكله الناس، وما يدخرونه في تجارتهم. أما النقدين فهما الذهب والفضة، وعروض التجارة كل ما يتاجر به الإنسان ويدخره في تجارته من سلع، من أكل وما شابه ذلك. نتاج الأرض هو كل ما تخرجه الأرض من الثمار والحبوب مما يأكله الناس ويدخرونه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أي أن الله تعالى ينادي المؤمنين بأن ينفقوا مما أنعم الله عليهم به من خيرات الأرض، أي كل ما خرج من الأرض من الزروع. الله تعالى ينادي ويخاطب المؤمنين، يخاطب المؤمنون بأن ينفقوا من هذه الطيبات. وتجب الزكاة في الأصناف التالية: تجب في التمر والزبيب والشعير والبر والأرز، في الأشياء التي تؤكل، بشرط أن يكون بلغ النصاب، وهو ما يقارب 675 كيلو جرام من الأرز. يبقى نصاب زكاة نتاج الأرض ما يقارب 675 كيلو جرام من الأرز. ما مقدار زكاة نتاج الأرض؟ أولاً، إذا كان المزارع يسقي أرضه دون تكلفة كماء الأمطار والعيون الجارية، فإنه يخرج العشر كاملاً، أي 10% مما أنعم الله به عليه من خراج الأرض. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الإنسان الذي يمتلك أرضه ويزرعها بنفسه، والله سبحانه وتعالى كفيل به في سقي هذه الأرض، أي أن الله تعالى يمن عليه بالأمطار وتسقي أرضه، لا بد وأن يخرج العشر كاملاً، أي 10% من خراج الأرض. ثانياً، إذا كان المزارع يسقي أرضه بتكلفة كالآلات، فإن زكاته تكون نصف العشر، أي 5%. ما
معنى ذلك يا أذكياء، أي إذا كان الشخص أو الإنسان الذي يسقي أرضه من عند جاره أو من آلات فيدفع فيها ثمنا مقابل هذه الآلات أو هذا السقي، فإن زكاته تكون نصف العشر أي 5%. معنى ذلك أن هذا الشخص أو هذا الإنسان يا أذكياء ينفق ويصرف نقودا من ماله، وهذا يختلف عن الأول. الأول قلنا بأن الله تعالى يمن عليه بماء المطر، أما هذا ينفق ويدفع ثمنا مقابل سقي هذه الأرض، فتكون زكاته أقل من الأول وهي نصف العشر. ما مثال ذلك؟ تعالوا يا أذكياء نتعرف على هذا المثال. رجل حصد الشعير في مزرعته، وكانت المزرعة تسقى بماء المطر، وكان وزن الشعير 2000 كيلو جرام، فما مقدار زكاته يا أذكياء؟ أحسنت يا بطل، تمام، إجابة صحيحة. الزكاة تكون 200 كيلو أو 200 كيلو جرام من الشعير، وقلنا بأنه في هذه الحالة يخرج 10%، أي العشر كاملا. وزن الشعير 2000 كيلو جرام، فإذا وجبت عليه الزكاة بأن يخرج 200 كيلو جرام من الشعير. زكاة النقدين، ما هما النقدين يا أذكياء؟ النقدين هما الذهب والفضة، ولماذا سمي كذلك؟ لكونهما ينقدان، أي يعطيان في المبادلة بين البائع والمشتري. مثلا أن شخصا ذهب ليشتري ذهبا، والآخر ذهب ليبيع ذهبا، فهنا تكون مبادلة، هذا يعطي ذهبا ويأخذ نقودا، وهذا يعطي نقودا ويأخذ ذهبا، فبذلك سمي نقدين، أن يعطيان في المبادلة. ما مقدار زكاة الذهب والفضة يا أذكياء؟ أولا إذا بلغ، أي الذهب والفضة، النصاب، وهو 85 جراما من الذهب، يبقى نقول كده يا أذكياء نصاب الذهب 85 جراما من الذهب. وما هو نصاب الفضة؟ 595 جراما من الفضة. مع العلم يا أذكياء أن جرام الذهب الواحد في يومنا هذا يقارب 18 ريالات عمانية، فإن النصاب يساوي 85 جراما من الذهب ضرب 18 ريالا، وهو ثمن الجرام الواحد من الذهب، يعطي الناتج، فيكون الناتج 1530 ريالا عمانيا. إذا كان الإنسان يمتلك 85 جراما من الذهب وجبت وقد حال عليها الحول، أي مر عليها عاما هجري، فهنا تكون وجبت عليه الزكاة، تكون الزكاة واجبا. وإذا كان يمتلك نقودا وهو ما يقارب 1530 ريالا عمانيا في وقتنا هذا وجبت عليه الزكاة يا أذكياء، علما بأن مقدار زكاة الذهب والفضة ربع العشر، وهو 2.5%. مثال ذلك، وبالمثال يتضح البيان.
امرأة تملك من الذهب 90 جراما وقد حال عليها الحول، أي مر عليها عاما كاملا هجري، فما مقدار هذه الزكاة يا أذكياء؟ مقدار هذه الزكاة 90 جراما في 2.5، في 2.5 اللي هو مقدار زكاة الذهب على 100 يساوي، يعطيني 2.25 جرام، 2.25 جرام، يعني لو أن امرأة أو أن شخصا يمتلك 90 جراما من الذهب، فما مقدار زكاة الزكاة التي تجب عليه؟ تكون مقدار هذه الزكاة أذكياء 2.25 جرام فقط من هذه الذهب، من هذا الذهب. أما إذا أراد أن يخرج نقودا فنقول 90 جراما في 18 ريالا يساوي 1620 ريالا عمانيا. إذن نقول 1620 ريالا في 2.5 على 100 يكون مقدار زكاة 90 جراما 40.5 ريالا عمانيا يا أذكياء. يبقى إجابة هذا السؤال أن المرأة التي تمتلك 90 جراما إذا أرادت أن تخرج ذهبا فتخرج جرامين وربع فقط، وإذا أرادت أن تخرج نقودا يا أذكياء وجبت عليها إخراج 40.5 ريالا في يومنا هذا. ثانيا، أن يمر عليها حول هجري منذ امتلاكهما. معنى ذلك أن الزكاة لا تجب في الذهب والفضة إلا وفي الماء وفي النقود إلا إذا مر عليها عاما هجريا كاملا. زكاة عروض التجارة، وهي كل ما يعرض للبيع يا أذكياء، ومقدار زكاتها مثل الذهب وهي 2.5%، فتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمة 85 جراما من الذهب. فيقوم التاجر عند اكتمال السنة الهجرية بحساب ما عنده من بضاعة أو من تجارته ويخرج ربع العشر. معنى ذلك أن كل إنسان عنده تجارة وأراد أن يخرج زكاته فعليه إخراج ربع العشر، يحسب ما عنده من نقود أو من سلع وما شابه ذلك. فإذا أراد أن يخرج نقودا أخرج نقودا، وإذا أراد أن يخرج ذهبا لا بأس ولا حرج في ذلك، فكلاهما أي الذهب والفضة مقدار الزكاة 2.5%، وزكاة النقود كذلك 2.5%. الواجب يا أذكياء، الواجب حل السؤال السادس صفحة 97. ماذا يقول السؤال في ذلك؟ يقول: بين مقدار الزكاة في كل مما يلي إن كان قد بلغ النصاب. أتى في المثال الأول أو النقطة الأولى 100 جرام ذهب. نعم، 100 جرام ذهب بلغت النصاب. طيب، 400 جرام فضة. احنا قلنا الفضة مقدار إذا بلغت النصاب وصلت إلى حد معين يا أذكياء، فهل تجب زكاة الفضة في 400 جرام أم لا؟ النقطة الثالثة 1500
ريال عماني. نعم، النقطة الرابعة 700 كيلو جرام أرز سقي بالآلات، سقي بالآلات. النقطة الأخيرة محل تجاري فيه قيمة 2000 ريال عماني. أنتظر منكم يا أذكياء حل هذا الواجب. وإلى هنا نقول وصلنا إلى ختام درسنا اليوم. نشكركم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.